السلام عليكم جميعا. موضوعنا اليوم مقارنة جهاز التكاثر بين الكائنات الحية المختلفة. درسنا لليوم راح يتضمن أنواع التكاثر الجنسي واللاجنسي، الخلايا التناسلية وملائمة المبنى للوظيفة، عملية الإخصاب وإنتاج البويضة المخصبة، وملائمة الإخصاب للبيئة الحياتية اللي بعيش فيها الكائن الحي. كلياتكم بتعرفوا وتعلمتوا إنه التكاثر صفة بتميز جميع الكائنات الحية، وأهميتها هي المحافظة على استمرارية بقاء النوع. عندنا نوعين من التكاثر، عندنا التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. التكاثر اللاجنسي اللي بيميزه انه بيبقى عندنا اب واحد، وهذا الاب هو اللي بعطينا، او الوالد هو اللي بعطينا النسل، ومبدأه بيبقى عن طريق عملية الانقسام الغير مباشر او الميتوزا. فالخلية بتضاعف الدي ان ايه وبتنقسم لخليتين. هدول الخليتين طبعا بدهم يبقوا، او النسل بدهم يبقوا متماثلات للخلية الاب. التكاثر اللاجنسي بيميز الكائنات وحيدة الخلية والبكتيريا والفطريات وبعض النباتات. التكاثر الجنسي بيبقى عنا ابوين، هدول الابوين بدهم يعطونا افراد النسل. لهيك صفات افراد النسل بتبقى مشتركه من صفات الابوين، وصفات افراد النسل ده تبقى مختلفه عن بعض. اساس التكاثر الجنسي هو التقاء الخلايا التكاثريه اللي بتنتج عن طريق الانقسام الاختزالي. الانقسام الاختزالي ضروري ليعطينا خلايا أحادية المجموعة الكروموزومية، ووقت التقائها وإنتاج الخلية المخصبة بصير عنا ثنائية المجموعة الكروموزومية. بتميز التكاثر الجنسي بيميز جميع الكائنات الحية ومن ضمنها الإنسان. خلينا نشوف هنا مع بعض، عنا خلية منوية وعنا خليات بويضة. زي ما انتم شايفين طبعا في فروقات بالشكل وبالمبنى. هاي الفروقات بتساعد على الأداء الوظيفي. الخلية المنوية منبلش في إلها صوت ورأس. هذا الصوت هو اللي بده يساعدها على الحركة لتوصل لخلية البويضة، والرأس بده يبقى غني بال ميتوخوندريا اللي بدها تنتج الطاقة لتساعدها على الحركة. الخلية المنوية هي أحادية المجموعة الكروموزومية زي ما قلنا قبل، وأصغر بكتير من خليات البويضة. خليات البويضة زي ما أنتم شايفين ثابتة، لأنه الخلية المنوية بدها توصلها، وحجمها دائري وكبير. ليش كبيرة؟ لأنها تحتوي على المواد الغذائية، وهي كمان أحادية المجموعة الكروموزومية. هنا بالرسم اللي قدامنا احنا شايفين خلية منوية مع الذناب أو الصوت وخلية البويضة. هنا شايفين في عنا كروموزومات، كروموزومين، وهنا كروموزومين. بالخلية المنوية كروموزومين، وبالخلية خلية البويضة كروموزومين. لما يتحدوا مع بعض، هون عنا بالخلايا التناسلية نسخة واحدة من كل كروموزوم، واحد كبير وواحد صغير، وبالبويضة واحد كبير وواحد صغير. لما بدهم يتحدوا النواتين بدهم يعطونا خلية مخصبة، بويضة مخصبة اللي فيها ثنائية المجموعة الكروموزومية، فيها نسخة من الخلية المنوية ونسخة من خليات البويضة. فهيك بتنتج عنا
خلية ثنائية المجموعة الكروموزومية، وهي مهمة للحفاظ على كمية الدي ان اي ثابتة. بالخلايا التناسلية بيبقى عنا N، وقت اتحادهم بيصير عنا بالخلايا 2N، ثنائية المجموعة الكروموزومية. هون زي ما انتو شايفين خلية بويضة وعدة خلايا منوية، وفي شايفين فروقات بالحجم. فالخلايا المنوية هي اللي بدها توصل للبويضة لتخصبها، وبحال تم إخصابها من خلية منوية واحدة بتغير مبنى الغشاء، بصير عندنا تغيير، وبقدرش خلايا أخرى منوية تخصب خليات البويضة. من المهم ذكره هنا إنه الخلايا المنوية وخلية البويضة لازم يبقوا تابعين لنفس نوع الكائن الحي، وإلا النسل راح يبقى عاقر ومش راح يقدر يتكاثر من بعده. هنا في عنا مقارنة، عملنا مقارنة بين خلية منوية وخليات البويضة. زي ما انتوا شايفين قديش الخلية المنوية أصغر بكتير من خليات البويضة. البنود اللي بدنا نقارنها هم اللي حكيت عنهم من قبل، المبنى والشكل، الحجم، الحركة، واحتوائها على الميتوكوندريا والمواد الادخارية، وكمية الخلايا الناتجة في الجسم. دايما الخلايا المنوية إنتاجها بيبقى أكبر بكتير من إنتاج خلية البويضة بكل عمليات إخصاب. بننتقل هنا للبيئات الحياتية المختلفة. في عنا بيئة مائية وفي عنا اليابسة، البيئة الجافة، ولكل بيئة بده يبقى عنا ملائمات لهاي البيئة الحياتية. في البيئة المائية ملائم لإلها الإخصاب الخارجي. البيئة المائية طبعاً فيش عنا خوف من الجفاف، لهيك بالإخصاب الخارجي، ومن هون أجا اسمه، بتم إفراز الخلايا المنوية والخلايا وخلايا البويضة لخارج الجسم، والالتقاء بينهم وإخصاب البويضة بده يبقى خارج جسم الأنثى. لهذا الإخصاب من الضروري يكونوا عنا عدة ملائمات. أول ملائمة توقيت الإفراز للبويضات وللخلايا المنوية لازم يبقى بنفس الوقت لا يزيد من احتمال الالتقاء، وكمية البويضات وكمية الخلايا المنوية بده يبقى عدد هائل كبير كتير. ليش؟ ليأمنوا عدد أكبر من البويضات المخصبة ومن النسل اللي بده يوصل لسن البلوغ. احنا قلنا كمان من الضروري انه الخلايا المنوية تتعرف على خلايا البويضة لنفس النوع. لهيك في عنا مواد بتفرزها البويضات اسمها فيرومونات. فيرومونات هي المواد اللي بتفرزها البويضات عشان الخلايا المنوية تقدر تتعرف عليهم وتعرف انها تابعة لنفس النوع. كمان نقطة من الضروري ذكره انه الاسماك اللي بتعمل الاخصاب الخارجي وبتعيش بالبيئة المائية بتضع البيوض على قاع البحر او على سطح الحجارة لتأمن لها سطح ثابت وما تنجرفش مع تيار المية، وهيك بزيد احتمال التقاء الخلايا والإخصاب بزيد. بينما المخلوقات اللي بتعيش على اليابسة اللي هم بدنا نحكي عنهم الطيور والثدييات عندهم نوع آخر من الإخصاب اللي هو الإخصاب الداخلي. الإخصاب الداخلي هو عبارة عن ملائمة للبيئة الجافة، لأنه إحنا أحكينا إنه الخلايا المنوية من المفروض والخلايا التناسلية بدها بيئة رطبة، بيئة مائية عشان تقدر تضلها عايشة، وإلا بتجف وبتموت. فلهيك بتطور عنا الإخصاب الداخلي. الإخصاب الداخلي هو من اسمه بنقدر نفهم
الاخصاب للبويضة بيكون داخل جسم الأنثى، الالتقاء بين الخلية المنوية والبويضة بيبقى داخل جسم الأنثى، وهيك احنا بنقدر نأمن ونوفر البيئة المائية ومنقلل من خطورة الجفاف. لهذا الإخصاب ما فيش داعي أو ما فيش حاجة إنه يبقى عنا إفراز كميات كبيرة من البويضات أو الخلايا التناسلية، رح يبقى عددهم أقل لأنه إحنا منزيد من احتمال الالتقاء. إحنا مثلاً ثدييات مائية وطيور مائية زي البطريق والدلافين، هدول عندهم على الرغم من إنهم موجودين بالبيئة المائية إلا في عندهم إخصاب داخلي. لهون من لخص اللي أحكيناه، البيئة الحياتية الرطبة أو المائية بتعيش فيها الأسماك، وهناك بيصير عنا إخصاب خارجي خارج جسم الأنثى، والجنين بتطور خارج جسم الأنثى فيما يسمى مبنى البيضة بيوض الأسماك، بينما في البيئة الحياتية الجافة على اليابسة عندنا الثدييات وعندنا الطيور يحدث عندها إخصاب داخلي. الجنين بتطور عند الثدييات داخل جسم الأنثى، وبالعلادة الطيور الجنين يتطور داخل بيضة، وهيك بيوفروا له البيئة المائية والحماية وبيمنعوا الجفاف. لهنا بخلص القسم الأول، حضرت لكم عدة جمل حسب اللي أحكينا فيكم تجاوبوا هل الجملة صحيحة ولا غير صحيحة، وبشوفكم إن شاء الله بلقاكم بالدرس القادم. كانت معكم فاطمة ناشف.